11 a.m. to 12:30. Room 26. بعد مرور أسبوع من مشاركته في أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، عقد التحالف الحقوقي البحريني اجتماعا في مدينة جنيف استعدادا لخوض جولة حقوقية جديدة في أروقة المجلس بهدف حمل المجتمع الدولي وخاصة الدول التي تدعي الدفاع عن الديمقراطية وعن حقوق الإنسان بالنهوض بمسؤولياتها والتصدي للانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في منطقة الخليج وخاصة في البحرين. مشاركة في هذه أعمال هذه الدورة هو بسبب تدهور الحالة الحقوقية والحالة السياسية في البلد، وأيضا زيادة وتيرة الانتهاكات التي يعني استمرت أو يعني زادت وتيرتها من ما يقارب 7 أو 8 شهور. ما نريد أن نوصله إلى المجتمع الدولي هي رسالة الشعب لأن يتحملوا مسؤولياتهم أمام كل هذه الانتهاكات، خصوصا الدول التي تدعي أنها تحافظ على حقوق الإنسان وتعزز من حقوق الإنسان. وما بالنسبة للسعودية فيعتزم التحالف الحقوقي استعراض الأنواع المختلفة من الانتهاكات المتواصلة في البلاد. Legal restrictions and legal frameworks that really allow authorities to take action against Shia minorities, against other religious minorities. Legal frameworks that do not allow the Shia minority community to build more mosques, to refurbish old mosques, to really to practice their faith freely. You know, legal frameworks that really work to exclude the Shia minority from politics. ومع اقتراب موعد المراجعة الدورية الشاملة للبحرين، فإن التحالف الحقوقي أكمل استعداداته لإطلاع المجتمع الدولي على مدى التزام البحرين بتوصيات المراجعة الشاملة. The NADHRB in partnership with the Bahrain Center for Human Rights and the Bahrain Institute for Rights and Democracy, along with a number of other international partners, are very excited to launch our new assessment of Bahrain's second cycle UPR recommendations, as well as our recommendations for the upcoming third cycle UPR. That's going to be on Tuesday, where we're going to have a great panel, myself along with Ibrahim Demistani, hopefully Saeed Ahmed Halida, and a number of others, and we're going to really go through the Bahraini government's unfortunate failure to implement the vast majority of its recommendations. النشاط الحقوقي البحريني المميز في أروقة مجلس حقوق الإنسان يتواصل بالرغم من الحملة الشرسة التي يشنها النظام ضد الحقوقيين وعوائلهم. كلما اشتد القمع الحكومي في البحرين ضراوة، كلما ازداد الحقوقيون البحرانيون عزيمة وإصرارا على فضح النظام الحاكم وتعرية ممارساته القمعية أمام أنظار المجتمع الدولي. على هذا المجتمع يستفيق من سباته ويضع حدا لتلك الممارسات الإجرامية. ساهر عرايبي للبحرين اليوم من جنيف.